سيدي الرئيس، السادة الصحفيين والإعلاميين، السادة رؤساء الجمعيات وأعضاء المجلس الجماعي، أولا كنرحب بكم في جامعة تيزين فاست، شكرا لكم على القدوم ديالكم باش توصلوا جانب من المعاناة وجانب من الأفراح ديال الناس من بعد الزلزال ديال 28 تبرير. أنا إبراهيم الهاموس عن جمعية الإغيل أرك جامعة تيزين فاست. أولا وقبل كل شيء الحمد لله ونشكره على أن الله تبارك وتعالى أعطانا أمير المؤمنين الحكمة ديالو، قدر يسير هذا الفاجعة وبين العالم بأننا احنا كمغاربة عندنا على من نتكاو. هذا العبارة. ثانيا الحمد لله ونشكره على أعطانا الرئيس التروى ديال المجلس الله يجازيه بخير، اللي يوقف على كل صغيرة وكبيرة وما خلاناش يعني حنا نجيو يعني نشكيو ولا نقلبوا على شي حاجة، جميع المسائل كتوصلنا. وتنشكروا المجتمع المدني المغربي المحسنين من الشمال حتى الجنوب ومن الشرق حتى الغرب اللي تضامنوا مع إخوانهم في الجبال ديال تارودات وديال الحوز وديال الجماعات ولا الأقاليم المتضررة وشيشاوا، وتضامنوا ومازال كيتضامنوا. حنا كمجتمع مدني راه باقي كيتصلوا بينا الناس، اليوم اتصلوا بينا الناس باش يمشيو معنا للمنطقه اللي حنا كنمثلوها، حنا كنلجنة وكجمعيه وحولناهم لغدا باش نهضروا معكم في هذا اللقاء، وباقي راه كيوصلوا المساعدات. ونقول لكم باللي راه جميع الناس راه شدوا المساعدات وما عندنا حتى شي مشكل. الناس ديال الى حرجوا عطاو داك الشيء اللي قال الرئيس بلا ما نعاود نقولوا، راه كل شيء داك الشيء اللي قال الرئيس راه ما فيه حتى شي حاجه خاطئه ولا شي حاجه كذوب، كل شيء داك الشيء راه كاين. وإذا كان شي حد اللي ما وصلوا شي حاجه ولا راه ما عرفش كيفاش، ما راه جميع الناس راه اتصلوا بالمساعدات واتصلوا بالمسائل ديالهم. اللي بغيت نقول كنتمنى الدور ديال الصحافه وديال الاعلام النزيه اللي يوصل المعاناه ديال الناس المتضرره بالمعقول، واللي وصل يعني الايجابيات ماشي هذوك اللي كيقلبوا على السلبيات وكيجيبوا فيديوهات قدام ولا فيديوهات ديال بلايص اخرين وكينسبوهم لينا حنا في الجماعه ديال تيزين فاست. انا كمجتمع مدني كنقول لكم يقدر يكون واحد شي شويه ديال في الاول الناس مازال اللي بعاد بحال دابا الناس اللي بعاد، لان الناس كيجيو دابا الطريق الوطني رقم 7 قريبا شحال من دوار هنا قراب كيجيو الناس كيجيبوا المساعدات لا دوار قراب. الناس اللي بعاد شويه هذيك اليومين الاولى الطرقان كانوا مقطوعين والاليات باش يدوزوا خصهم واحد النهار ولا يومين اللوجيستيك باش يجيب واحد الاليه مثلا من المجلس الاقليمي ولا من جهه ولا راه خصو واحد اليومين باش يوصلها، ولكن من بعد ديك يومين راه كلشي تحلوا الطرقان ودازوا لي زومبيلونس ومشاو الناس للسبيطارات والحمد لله كلشي مشى مزيان. كنتمنوا المجهودات ديال الصحافه النزيهه والله يهدي دوك الناس اللي كيبغيو يديروا البوز على ظهر هذوك الناس اللي مساكن المتضررين. وسمحوا لي الى قلت شكرا وكنشكركم والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قبل كل شيء كنشكركم بعدا بعد أن نلقي كلمة الشكر وتقديرها عفوا بالجميع لأنكم جيتوا عندنا. كنشكروا السيد الرئيس اللي عطانا الفرصة وعيط لنا باش نجيو نحضروا في هذا المربع الإعلامي باش أننا نقولوا داك الشيء اللي عندنا. بداية نشكر كل واحد بالصفة ديالو، كل واحد من الصحافة فاش كاين، ونعرف راسي عليكم. أنا رئيس جمعية أباء وأولياء أمور إعدادية تيزين تاس، ورئيس جمعية شباب بيت الحوش للتنمية والأعمال الاجتماعية، ورئيس جمعية الاتحاد الرياضي ديال تيزين تاس، رئيس ديال جمعية ديال شحال من جمعية تنموية. قبل كل شيء غنبدا في التعليم، كما قلت انا السيد الرئيس ديال جمعيه الاباء واولياء امهات وامور واولياء امور التلاميذ. درت البارح وديما كندير زياره ميدانيه للتلاميذ وتنشوف الحاله النفسيه ديالهم
البارح درت واحد الزياره ميدانيه للتلاميذ وشفت فينا تيعسوا في تياكلوا الداخليه ديال الثانويه التاهيليه الداخله في اولى البرح، لان الدراري ديال الاعداديه رحلوا لديك البلاصه. للاسف الاغلبيه ديال الدراري ما التحقوش بسبب مشاو تحت الانقاض، هذا هو المشكل. ما يلاه 26 واحد مشات لنا من المؤسسه. ونبدا ثانية عندك الجمعية الشبابية المتحدة تنسيق مع شركة فايزر والمنظمة العالمية يونيسيف ومؤسسة أمل لحماية الطفولة بجارودانت، درناهم واحد التنسيق وجاو عندنا واحد النهار. داروا الأنشطة ووزعوا الكفاف وفوق على الحالة النفسية ديال الأطفال والحالة النفسية ديال العيالات بصفة عامة. أن يعطونا واحد نهار كامل فيما يخص هذا المشكل ديال الحالة النفسية، ووقفوا وعطونا لليست ديال الدراري ولا ليست ديال العيالات اللي عندهم الحالة النفسية متدمرة بشكل مادي. وثانيا درت واحد التنسيق مع مؤسسة أمل لحماية الطفولة ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، درت معها التنسيق بدوار آخر، دوار ديال جامعة تيزنتاس، هو ينتمي إلى قبيلة أنزار. وجات السيدة حضرت جات للدوار ووقفت على مشاكل كما سنقول المشاكل النفسية، علاش هذا المنظمة أو رئيسة المجلس الوطني وقفت على المشاكل النفسية ديال الدراري والمشاكل النفسية ديال العيالات بشكل عام، وعطاتنا ما يناهز 40 بيسيبرتات بالنسبة للدراري اللي غادي اللي عندهم مشاكل نفسية، وبالنسبة لكلشي الدراري ديال الأنظار وديناهم المؤسسة التعليمية اللي في سيركنيس. وزدعات الشكوفات والحمد لله بالنسبة للمساعدات ولا بالنسبة للمجتمع المدني راه مازال كيساعد ومازال كيناضل من أجل هادشي اللي وقع. هاد الكارثة وما شنقول الكارثة المهمة كما سنقولوا الخير في الشر، وتنشكروا أي واحد قام بالمساعدة ديالنا وقام بالمساعدة ديال جماعة تيزنتاس ولا قام بالمشروع ديال الدواوية ديال تيزنتاس، كل واحد بصفته وكل واحد باسمه. وتنشكركم ثانيا على الحضور ديالكم وعطيتنا كلمة باش نعطيو الرأي ديالنا ونعطيو داكشي اللي نشوفو. أنا راه كرئيس الجمعية أنا ضد النهار هو بزاف، وبس الرئيس مع 11 45 لقيتو هذا الدور، ما كانش الاخبار على الدور هو اللي عطانا الاخر، قال لنا راه كلشي تلف ما بقاش الدور والو. تنشكر الناظم لانه واخا مشات ليه العائله دائما كانت تتكلم على زياده تيزنتاس. واخيرا تنشكركم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام والسلام عليكم سيدي المرسلين. نشكر السادة الصحافة الإخواننا الكرام، السيد رئيس المجلس مجلس البلاد راه واقف معنا، ماشي مشاعر واقف، واخا كان شوية ديال الخطر من طرف من جهة السكان على حسب كاين خاصو، ولكن داكشي قليل، أغلبية راه تصدر كي قال هو 90% دابا راه تصدر. سيفتي أنا رئيس الجمعية التامون للخير التعاون التنمية بدوار تمثل تابع لجامعة تيزنتاس. وحنا بالنسبة للمساهمات المحسنين الله يجزيهم بخير، أنا كنقوم بصفتي رئيس الجمعية بطلبات المحسنين، بحال البارح جاو عندنا شي ناس استقبلناهم وقفت معنا السلطة المحلية توزعنا كل المسائل اللي جاو للناس، كل واحد عطينا ديالو، حتى دوك الناس الله يجزيهم بخير داروا تقسيمة من ضربنا. ودابا اللي قال اكثريا حسب هادشي اللي غنقول هضرتو عليه انتم كصحافه. سي سمح الله ابو عشراوي عشراوي راه النقاط راه هضر عليه اللي كنت غنهضر معاه جاوبك هنا باش تشوف تسول موسى والاطفال واش مثلا كاينين بعض الناس اللي عنده
مرض مزمن كان عنده سميتو، ولكن كاين محسن عفتاني وجمعيات اخرين جاو جابوا الادويه. انا براسي كنت كنتعالج في هذه ديك الفتره فاش كنا في الدوال تحت قبل ما نطلعوا لمخيماتنا، وسيد رئيس الجماعه حتى هو راه ما تناسق معنا والسلطه المحليه وهذا هو، وبصفتي نائب رئيس ديال الاعداديه التزيدات. السلام عليكم. دير قرب الميكرو. قرب ولا يفهمك قلبه. هذه الخطوة الأولية كنشوفوا مع هذه المرة مبادرة متميزة. كنشكر السيد رئيس الجماعة اللي في الحقيقة كان واحد السيد اللي دار واحد العمل كبار، منو رئيس الجامعة واحد 3 أيام بعد الفجيعة، ومن بعد ولا طبيب نساني، تخرج ديك 3 أيام تخرج الجامعة ديال الطب، ولا طبيب نساني، وكنشكرو على العمل اللي قام به، كنشكرو المجتمع المدني ديال المغرب كافة، يعني تما كتبان ليك الأمة المغربية، وكتبان أنت مغربي كما قال الأخ كريم، كما قال لك خالي كريم، المغربي تبانت في ذوك الايامات ديال هذيك الفاجعه. يعني كنشكروا سيدنا الله ينصرو بعد التعيينات ديالو، شفنا واحد السرعه في العمل، وكاين واحد لوجيستيك ما كتصورش، اللي ما كانش هنا ما غاديش يعرف داك الشيء. كان بعض لي كريتيك او النقد في الاول على المؤسسات ديال الدوله ما تدخلهاش وداك الشيء، حيت ما يمكنش تدخل الدوله في ديك الساعه في ديك الوقت. وكاين الحجر اللي طاحوا في هذه الطرق هذه، اللي ما شافش داك الشيء ما غاديش يعرف اش كاين اش وقع، اللي ما شافوا بعينه المجرده ويشوف التدخل ديال الدوله كيفاش دخلت الدوله ديالنا، راه ما حنا كمجتمع المدني كنقدوا ماشي ما كان كريتيكيو ما كان، ولكن هذه الفاجعه شفنا الامه المغربيه كيفاش التضامن ديال المغاربه، يعني طلعنا لفوق ولينا كنفتخروا بداك الشيء هنايا في هذه المنطقه هذه. كنا كنقولوا حنا مهمشين، ولكن في الحقيقة ماشي مهمشين واحد الفترة، ولكن من بعد هذه الفاجعة هذه كنحسوا بلي حنا ماشي مهمشين مهمشين. كنشكروا هذا الحضور الكريم، كنشكروا بزاف الرئيس ديالنا والسلطة المحلية اللي تدخلوا في هذا الأسبيدو، كنشكركم بزاف على هذا، حيت التواصل إلا ما كانش التواصل ما غاديش حنا ما عمرك غادي يتلاف منا شي واحد، وكنشكركم أنتم ديك الفراغ ديال الناس ديال المنطقة ديال جوج باش توصلوا هذه الرسائل، باش المغاربه كاملين يطلعوا على المشاكل. وما عندناش مشاكل الحمد لله، كما قال السي ابراهيم الحاج ابراهيم العاموس راه توكلي قال لك راه كاين بعض التدخلات دوك السلبيات وداك الناس اللي كيتزيتيكيو ما عارفين والو، هما غير يعني كيديروا كما بغاو ربما ينشروا داك الشيء ديالهم باش يربحوا من مولا. ولكن الحمد لله احنا عندنا ديك الازمه ديال ذاك الاكتئاب ديال الدروج اسميتو، كما قالوا ذوك الجمعيات راه جاو لنا الجمعيات ديال الاطباء النفسانيين جاو داروا الحملات راه الدواء اللي ما تغمش لها راه جاو اي اسبوع كاين زعما كتجي واحد الجمعيه معاهم جوج اطباء نفسانيين جاو حتى الاجانب بحال لي بيرج لي فرونسي ولا شي لي فرونسي واخا ما سميتو ما كان، ولكن ذوك لي بيرج خدموا معنا هنا مزيان جاو كيجمعوا دوك العيالات من الارامل وداك الشيء، وهدرتوا على الطفوله والارامل، جا التعاون الوطني هو اللي دار شفتوا دوك الارامل ودوك الاطفال اليتامى وداك الشيء، عرفتي التدخل ديال الدوله ديال الكفاله ولا مقفول 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 على داك الشيء، هو تخرجوا شفتوا دوك الدراري دوك الارامل وغادي يختصوا الناس كتسنوا. كنشكركم بزاف ومرحبا بكم معنا. شكرا بارك الله فيك. السلام عليكم.